مرحبا بكم على بدء هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه الكامل بينما نعرض لكم التعليمات السلامة على بدء رحلة طيران الإمارات. يرجى عدم الانتعاء لأحكام في الخزائن العلوية. في حال كنت في مقصورة درجة أولى، يرجى استخدام بطاقة التخزين المتاحة. في الدرجة الاقتصادية، يمكنك أيضا استخدام الحيز أسفل المقعد الذي أمامك. أثناء الإقلاع والهبوط، يجب إغلاق الحواسيب المحمولة وتخزينها في صورة صحيحة، ويجب تحويل أي هواتف محمولة أو حواسيب مخية إلى وضع الطيران. بعد الإقلاع، سيعلمك الطاقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي ودفعك الخاص للجوال. في حال سقوط الهاتف أسفل المقعد، يرجى طلب المساعدة من أفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد، حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. يرجى الآن إعادة شاشة الفيديو وطاولة الطعام ومسند القدمين إلى أماكنها، وإبقاء الستائر مفتوحة، وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. عندما تضيء إشارة ربط الأحزمة، يجب أن تجلس وتربط حزام الأمان. اربط الحزام بوضعية منخفضة ومحكمة، ومرره على البطن وعدله بسحب الشريط. وانفك الحزام، ارفع الغطاء البعدي. نوصي بربط حزام الأمان في جميع الأوقات طوال الرحلة، ويرجى ربطه فوق البطانية عند النوم كي يراه طاقم الضيافة ولا يضطر عند الضرورة لإزعاجه. التدخين بجميع أشكاله ممنوع على متن الطائرة، بما في ذلك استخدام وشحن أجهزة التدخين الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. في حالة الهبوط الاضطراري، يرجى التمسك جيدا بظهر المقعد الذي أمامك بهذه الطريقة. وإذا كان ذلك غير ممكن، يمكنك أخذ وضعية الانحناء للأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. عند الحاجة ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا من أعلى. التنفس بطريقة طبيعية يعطي الإشارة إلى تدفق الأكسجين. ضع القناع على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية. ضع القناع على وجهك أولا ثم ساعد الآخرين على ارتدائه. حتى إذا كنت معتادا على السفر بالطائرة، من المفيد قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب مقعدك، حيث أنها تحديدا. يرجى توقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك الذي قد يكون خلفك. توجد 10 مخارج طوارئ في المقصورة الرئيسية بطائرة الإمارات A380. توجد 6 مخارج طوارئ في المقصورة العلوية بالطائرة. عند الحاجة سوف ترشدك الإضاءة الموجودة على أرضية الممرات إلى أقرب مخرج. يرجى خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع الأمتعة في حالة إخلاء الطائرة. توضح بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم مكان سترة النجاة التي توجد أسفل المقعد أو بجانبه. عند سماع التعليمات، أخرج السترة وأدخلها عبر الرأس. لف الشريط حول الخصر واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشد الشريط. يجب نفخ السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحب الشريطين الأحمرين لأسفل قوة. يمكنك أيضا نفخ السترة بالنفخ في الأنبوب واستخدام الصافرة لجذب الانتباه. في حالة الهبوط على الماء، سيوزع أفراد الطاقم سترات نجاة للرضع والأطفال. Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. Your baggage should be securely stowed in the overhead lockers. If you're in a first class suite, please use the stowage area provided. In economy class, you may also use the space under the seat in front of you. For takeoff and landing, laptops need to be switched off and stowed correctly. Any mobile phones or tablets should be put into flight mode. After takeoff, we'll let you know when you can turn on Wi-Fi and mobile roaming. If you lose your phone under a seat, ask your cabin crew to help you find it.
Do not move the seat, as this may damage the phone. The back tray table and footrest should be folded away. Your window blinds should be open and your seat in the upright position. Whenever the seatbelt sign is switched on, you should be seated with your seatbelt fastened. There are 6 emergency exits on the upper deck. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. The safety card in your seat pocket shows the life jacket location, under or to the side of your seat. When instructed, remove it from the container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the 2 red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. Ladies and gentlemen, if there's a loss of cabin pressure during the flight, please remove your face mask and place the oxygen mask that will drop down in front of you over your mouth and nose. بداية وسادتي في حال فقدان الضغط في المكسورة أثناء الرحلة يستفيد هذا الكنار الوجه. وضع كنار الأكسجين على فمكم وأنفكم وشكرا.